بطل صداع بقى. انت ما تجعليش راسك، ايه ده؟ انت ما تجعليش راسك. ما وجعلكش راسك؟ الكلمة دي مصري، انت مصري ولا مغربي؟ يا مغربي. طب ما بتقلدني ليه؟ ما تيجي تشوف ابن اختك ماله، في دارلك بيتريق على كلامي، بيقولي ما توجعليش راسي. ايوه ايه يعني؟ انت مغربي؟ ماشي، قولي انا كان موت على المغرب. انا كان موت على المغرب. انا كان موت على تراب المغرب. كيف دمي؟ انا المغرب دمي نفسه. المغرب العمر ديالي. المغرب العمر ديالي. المغرب القبيضة ديالي. قولي لا 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 لا. هو قال لي لا. قولي انا تولت هنا. انا تولت هنا. وانا اتولدت من انت ما توجعليش راسي. انت اللي ما توجعليش راسي يا عم. قولي انا هنا. انا هنا. المغرب. انا في المغرب. وتولت فيه. انا تولت فيه. انا اتولدت من جديد في البلد دي. قولي دي بلادي، ما تشاركنيش. ادي بلادي، ما تشاركنيش هنا. لا اشاركك هنا. لا. لا. هو ايه اللي شوف ابن اختك بقى، شو مش هينفع كده. مغربي هذاك. يعني انا ارجع بلدي؟ انتوا عايزين ارجع بلدي؟ لا بالعكس، مرحبا بك. دي بلدي الثانيه حتى. هذه بلادك الثانيه، وانت راجلي العزيز، وهو تبقى هنا في المغرب، والمغرب كترحب بك. رساله بقى صغيره للناس اللي بتقول ان انا بستهزأ باهل المغرب، وان انا بقول كلام سخريه. البلد دي بملكها انا حبيتهم من قبل ما ادخل البلد. انا حبيت ملك البلد دي من قبل ما اشوفه، من قبل ما ادخل البلد دي. يا ريت يعني، يا ريت الناس تفهم الاول الكلام ماشي ازاي، وبعد كده تحكم. لو انا بستهزأ بالمغرب او بستهزأ باهل المغرب او باهلي، حشوم عليا يعني. طب ايه اللي هيخليني اسيب بلدي واتغرب واجي اعيش في بلد تانية، واجي احاول اتأقلم في تقاليد وعادات تانية، تمام؟ واتجوز من البلد دي، وفي الاخر تقولوا ان انا بستهزأ يعني. مش للدرجة دي يعني، حشومة يعني. ياريت نخلي شوية تفكير بس، يعني فكروا شوية يعني. بس البلد دي انا كان موت عليها، كان موت عليها. السلام عليكم.